السلام عليكم احبائي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو عباره عن تحضير خبز توست خالي من الكربوهيدرات وكذلك خالي من الجلوتين. الناس اللي كيتبعوا الحمية هذا جميل لهم وانه هذا مناسب لهم، كذلك الناس اللي كيعانيوا من داء السكري لان ما فيهش الدقيق. نتمنى ينال رضاكم، وهذا انا قدمت هذا الفيديو نتاع اليوم تحت رغبه واحد الصديقه ديالي ومتتبعه كذلك مواظبه لجميع الفيديوهات ديال القناه ديالنا وتحت رغبه ديالها. انا اليوم جيت لبيت لها الطلب وربيت لها الرغبه ديالها وحضرت معكم هذا الطوست، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي. والان عزيزاتي اعزائي غادي نفوتوا المقادير ديال الطوست ديالنا نتاع اليوم. اذا شنو عندنا في المقادير؟ عندنا جوج كيسان نتاع دقيق الكوك ونصف، يعني نقول ربع او لا تقريبا ونصف. عندنا 165 مللتر ديال حليب الكوك، عندي ربع كاس ديال الزبده مذابه، عندي كاس ديال دقيق اللوز، عندي معلقه كبيرة يعني جوج معالق صغيرين ديال سيليوم 15 مللتر، وعندي 5 مللتر ديال الملح، وعندي قليل من الجنجلان وقليل من اللوز إفيلي، عندي معلقة من خل التفاح صغيرة، وعندي جوج خمارات، وعندي واحد معلقة ديال بيكربونات أليمونتير، بيكربونات أليمونتير أو بيكين صودا. اذا وعندي 5 تاع البيضات، كنفصل البياض البيض بوحدو والاصفر بوحدو. اذا اول شيء غادي نبدا به هو انني غادي نضرب بياض البيض حتى يطلع لي مع قليل من الملح، نقولوا قبسه ملح. غادي نضيف الملح على البيض، اصفر البيض، وغادي نضرب. اذا الان غنبدا نضيف حليب الكوك قليلا بشويه بشويه وانا كنضرب. دابا غادي ندخل الخليط نتاع اصفر البيض مع بياض البيض وجميع المحتويات اللي باقا لي تما. الان غادي نبدا كنضيف المقادير ديالي اللي باقيه لي، نبدا بالكوك. اذا غادي ندير الدراب الكهربائي غادي نضيف معلقه ديال الخل. من بعد ما فرط العجين ديالي في المول ديالي غادي نحاول نغطي له بلا
السورفاس ديالو كامله برقائق اللوز. الجنجلان. هذا الخبز البنات صحي الناس اللي كانت داء السكري والناس اللي كدير الحمية والناس اللي عندها مشكل ديال الدقيق ما كتاكلش الدقيق. خبز صحي بالدرجة الأولى خالي من الكربوهيدرات ومفيد. إذا الآن غادي ندخلو الفرن على 180 درجة لمدة 40 دقيقة. المهم حتى كنديرو بحال شكل ديال المادلين، أي خبز كندخلو فيه الخشبة إلا خرجت فارغة ما فيهاش الدقيق صافي راه وجد. وهو الطوز ديالنا اعزائي عزيزاتي وجد براد قطعته الى شرائح باش يمكن لي نحتفظ به. وبهذا نكون قد انهيت الفيديو نتاع اليوم، وتلبيه للمتتبعه ديالي والمشاهده ديالي، انا لبيت لها الطلب ديالها بكل فرح وسرور. نتمنى انها حتى هي تجربوا وينال الاعجاب ديالها، ونتمنى ان يكون عند حسن الظن ديالكم دائما، ونتمنى تشجعوني لا انا ولا الاخت ديالي بلايك، واللي يدخل غفلة أو لا صدفة على الفيديو القناة ديالنا وعجبوا الفيديو ما عليه إلا يبارطاجيه مع الأصدقاء والأحباب، ونكون ممنونة له وشاكرة. وأهلا وسهلا بالناس اللي انضموا جداد إلى قناتنا، الدار فقناتنا هي الدار داركم كما يقولوا. والناس القدامين ألف مرحبا بكم، تمموا علينا الدار. بهذا نكون قد أنهيت الفيديو نتاع اليوم اللي هو الطوست ديال دقيق اللوز ودقيق الكوك، جد رائع خالي من الكربوهيدرات وخالي من الجلوتين، صالح للناس اللي عندهم داء السكري والناس اللي كتتبع الحميات، ما عليهم الا يجربوا ويتلذوا بالتجربه. نتمنى انهم ينال الاعجاب ديالكم ويرقكم الفيديو نتاع اليوم ديالي. يلا احبائي حبيباتي، مع السلامه.